أخونا من منطقة القصيم كما سمعتم يحفظكم الله، من أين يحرم إن كان في الجو أو كان في البر؟ يحرم من ميقات أهل نجد، وهو السيل الكبير، قرن المنازل وهو السيل الكبير. طيب، سواء مر به في السيارة أو حاذاه في الجو، نعم، أو حاذاه من البر من أي ناحية، إذا لم يمر به عينا فإنه يحرم من محاذاته. طيب، جوا أو برا يحرم من محاذاته. طيب، إن لم يمر به نفسه.